تنساعد بحال مشكلة النفايات بلبنان لازم نبلش من بيوتنا، يعني نفرز من المصدر. وقدرنا نوعي الناس على أهمية الفرز من المصدر. بطرابلس بلشنا بتو كلابس خلقناهم بباب التبانة وجبل محسن مع نسوان صاروا يمرقوا على البيوت ليعلموا ستات البيوت والأهالي كيف بيفرزوا، وهلأ عم نبلش بمنطقة الدم والفرز. لوين بدنا نوصل؟ بدنا نكبر مهمتنا بكل شمال. هلأ نحنا جاهزين لنطلق 5 كلابس بخمس مناطق جديدة: بترون، كورة، زغرتا، بشري، مني ودنية، وناويين نكفي على كل المناطق بالشمال. كل كلاب بيخلق مسؤولة عنه، بيكون مع فالنتير ليساعدوها. الكلاب بياخد برسنتج من بيع المواد المفروزة وبيتقسم هيدا الربح على كل كلاب. صرنا بارمين على 23 ألف بيت بالشمال وعلمناهن على الفرز. من خلال تبرعك لجرين تراك رح بتكون عم بتساهم بخلق كلابز أكتر وتوعية لبيوت أكتر. بتكون عم بتساعدهم يجهزوا الأدوات المناسبة لحملة التوعية من مستوى بيت، كيس وفلايرز.